في هنا الاتش ار هيومن ريسورس اداره الموارد البشريه، انا عندي فيه ناس هينفذوا المشروع، فالهيومن ريسورس دول ليهم برضه مجموعه من عمليات الاداره. اول حاجه بلان هيومن ريسورس مانجمنت، ان انا اعمل خطه اداره الهيومن ريسورس. نفس الكلام هيبتدي عندي هنا داخل عندي في الانبوتس الريسورسز اللي انا محتاجها في المشروع، لان هي دي اللي هيبقى من ضمن الريسورسز الايه؟ الجزء بتاع الهيومن ريسورس. التولز اند تكنيكس، في طريقه ان انا بعمل اورجانيزيشن شارت اند بوزيشن ديسكريبشن، النيت وركينج، الاورجانيزيشن ثيوري، الاكسبرت جادجمنت ميتنج. الاوتبوت عندي هنا طالع هيومن ريسورس مانجمنت بلان. هنشوف التولز اند تكنيكس الاول. الاورجانيزيشن شارت اند بوزيشن ديسكريبشن دي ليها مجموعه طرق، ان انا ممكن اعمل ايه؟ هيراركي، اعمل شكل هرمي واسميه هنا ايه؟ اورجانيزيشن بريك داون ستراكشر. برضه نفس الكلام، المدير وتحتيه مديرين الادارات وتحتيهم مديرين مش عارف ايه وتحتيهم الستاف السينيور وتحتيه الجينيورز وتحتيهم مش عارف وهكذا. فالشكل الهرمي زي اللي مرسوم هنا ده هيبقى ده ايه؟ ده اسمه او بي اس، اورجانيزيشن بريك داون ستراكشر، زي عملنا قبل كده الريسورس بريك داون ستراكشر وورك بريك داون ستراكشر. ويبقى في طريقه ثانيه عندي اللي هو تكست اورينتد، ان انا احط زي على الصوره على اليمين خالص، ده اللي هو الرول والريسبونسابيلتي والاثوريتي، كل واحد ومين هو الريسبونسابيلتي بتاعته وهي الاثوريتي صلاحياته. المفروض ان انا ادي له صلاحيات على قد الايه؟ على قد مسؤولياته، ما ادلوش صلاحيات على قد ايه؟ كفاءاته. الصلاحيه مش بتبقى الكفاءه ولكن بتبقى حسب المسؤوليه. وكمان في طريقه ثالثه اللي هي الايه؟ الماتريكس، ان انا اعمل ريسبونسابيلتي assignment matrix. اعمل matrix بقى فيها حاجات افقيه وراسيه، الحاجات المعينه مين الاشخاص اللي مسؤولين عنها. ممكن بدي المسؤوليات دي انواع معينه من المسؤوليات وتتصنف بكذا طريقه، منهم الطريقه اللي هي اسمها راسي دي، ان انا بقول ان في حد responsible عن نوع معين من المستندات مثلا او نوع معين من الاعمال، وفي حد accountable، وفي حد يعني حد يتاخد accountable محتاج يتاخد رايه في الموضوع، وفي حد consult استشاري لو محتاج تاخد رايه، وفي حد انفورميشن ان هو بس ايه مجرد يبقى عنده معلومه بالموضوع. والمفروض ان كل حاجه هيبقى لها بس ايه؟ واحد ريسبونسبل. فمهمه الايه؟ الريسبونسبيلتي اساين ماتريكس ان كل واحد ان كل عمليه يبقى لها في الاخر اعرف مين اللي مسؤول عنها، مين ريسبونسبل عنها. والكلام ده طبعا مهم جدا ان هو يتعمل في ايه؟ في يعني في كل المؤسسات والمشاريع وكده، واحيانا الدوكيمنت بيطلع عليه ستاب مين اللي ريسبونسبل ومين اللي يساعده معاه وممكن ياخد راي مين ومين الانفورميشن، عشان كمان توزيع المستندات وتوزيع العمليات وهكذا. في نتوركينج اللي هو علاقه كل شخص للتاني، مين ريبورتد لمين. في الاورجنايزيشن تيرس اللي هي الاورجنايزيشن بقى شكلها عامل ازاي والتيم والليدرشيب ستايل وشكل بقى كمان الاورجنايزيشن دي فانكشنال ولا ماتريكس ولا شكلها عامل ازاي. وبعدين هيطلع عندي هنا الهيومن ريسورس مانجمنت في الاوتبوت. الهيومن ريسورس مانجمنت بلان هنا جواه بقى حاجة تانية اسمها ايه؟ ستافنج مانجمنت بلان. يعني هنا احنا احيانا كان بيطلع عندنا كذا بلان في الاوتبوتس، احنا طالع عندنا بلان واحد ولكن جواه بلان تاني. فاحنا لو شفنا الستافنج مانجمنت بلان ده مش بلان لوحده ولكنه جوه الايه؟ جوه الهيومن ريسورس مانجمنت بلان. وبيبقى فيه بقى ايه؟ السورس بتاع كل ريسورس ده هنجيبه منين؟ الكالندرز ايام عمله، الهيستوجرام اعداد الحاجات دي هتشتغل قد ايه في وقت فين؟ مع الزمن. ريليز بلان كل حد من الريسورس دي هتمشي امتى، ويبقى واضح من الاول عارف ان هو جاي يشتغل في المشروع لست شهور وهيمشي، جاي يشتغل لحد اخر المشروع لحد نهايه اعمال نوع اعمال معينه. التريننج والريوردز وهكذا، كل الحاجات دي بقى ايه جوه الهيومن ريسورس مانجمنت بلان. ازاي هعمل هدير العمليات الباقيه وازاي هدير الايه الستافنج بتاع الناس مع الوقت لحد ما يحصل لهم ريليز. تاني عملية في الهيومن ريسورس اكواير بروجكت تيم، ازاي هعين فريق المشروع؟ هعين فريق المشروع بمجموعة حاجات زي التولز اند تكنيكس، بي اساينمنت معين من قبل المشروع، فلان هو اللي هيشتغل في المشروع ده في الاعمال دي. نيجوشيشن، في حد تاني جوه المؤسسة هقعد معاه وهعمل معاه تفاوض ان انا هيتنقل من مشروع لمشروع. اوبوزيشن تو بروفايد ديديكيتد فول تايم اور بارت تايم اور اذرز. في اكوزيشن، ان انا هجيب حد من ايه؟ from outside source، هجيب حد من خارج المؤسسه اعينه فيها، فده بسميه acquisition. في virtual team اللي هي الناس اللي ايه؟ اللي مش هتبقى قاعده معانا في المشروع ولكنها شغاله ايه؟ بارت تايم او شغاله ليتل تايم على المشروع او شغاله نو تايم فيس تو فيس ولكنها شغاله عن بعد على المشروع. ده كده شكل ايه؟ ان انا عينت الفريق بتاعي، بطلع هنا البروجكت ستاف اساينمنت.
مين الفريق بقى اللي بقى ايه شغال على مشروع واسايند على الانشطه بتاعتي. بعد كده بعمل كمان للتيم بتاعي ده حاجه اسمها ديفلوب، بعمل له ديفلوبمنت بتطوير وكده. الكلام ده طبعا عن طريق تدريب وتريننج والكلام من ده. عندي هنا التولز اند تكنيكس، الاقي الانتربيرسونال سكيلز، المهارات الشخصيه، التريننج، التدريب، التيم بيلدنج اكتيفيتيز، بناء الفريق، الجراوند رولز، القواعد اللي بيحطها التيم ما بينهم وبين بعضه، الكولوكيشن انهم يبقوا قريبين من بعض عشان يبقى التواصل ما بينهم اعلى، الريكوجنيشن اند ريورد بالمكافئات والتقدير، البيرسونال اسسمنت تولز اللي ايه تقدير كل شخص وكفاءته. وبعدين الاوتبوتس عندي بقى يبقى البرفورمانس اسسمنت، التقدير الايفالويشن اللي طالع لكل شخص من دول، وهو محتاج تريننج ولا محتاج منتورنج ان هو يبقى له شخص سينيور عليه يستفيد منه، ولا ايه الحاجات اللي هو محتاج يعمل لها ايه ريكوير تو امبروف البرفورمانس بتاع التيم. التولز اند تكنيكس دي اهي انتربرسونال اللي هي عاده بيسموها سوفت سكيلز، الكوميونيكيشن سكيلز، الايموشنال، الحاجات بقى الانتليجنس، الذكاء، الكونفليكت نيجوشيشن وهكذا. التريننج حاجات التدريب اللي انا عاملها له، ممكن اعمل له تدريب داخل المؤسسه، ممكن اعمل تدريب خارج المؤسسه، ممكن اعمل له تدريب اون جوب على الوظيفه اللي اعملها، حاجات كمبيوتر بيزد، حاجات اون لاين. الجراوند رولز دي حاجات اللي التيم نفسه بيحط قواعد ما بينهم وبين بعض يتعامل بيها. احنا في الاجتماعات ما حدش يقاطع حد، احنا ما حدش على صوت، احنا حد نروح كذا في حته فلانيه، نعمل كذا مع بعض. طريقه التعامل الاكسبتبل بيهيفير باي بروجكت تيمز ده بنسميه ايه؟ جراوند رولز. الكولوكيشن ان الفريق بقى قاعد في اماكن قريبه من بعضها، ان انا بجمعه كله في فيزيكال مكان فيزيكال واحد. فده بنسميه احيانا تايت ماتريكس او بيسموه وور روم، غرفه الحرب. ان هو فيزيكال يبقوا قريبين من بعض في المكان. الريكوجنيشن اند ريوردز ان انا يبقى عندي مكافآت، سواء المكافآت دي مكافآت ماديه او مكافآت معنويه، عشان احيانا بتبقى المكافآت الماديه فيها مشكله ان هي ايه؟ تبقى مكافآت الناس تشوفها ان هي قيمتها قليله او صعب الوصول اليها. فبتبقى احيانا ايه؟ فيها مشكله. البيرسونال اسسمنت تولز ان انا بعمل ايه؟ التيم والسترينس فين عشان اعمل له اضيف له احتاج اعمل له ديفلوبمنت ازاي؟ في حاجه هاو افكت اللي هو ان انا شايف ان ده كويس يبقى ارقيه، إيه؟ هو يعني كويس في حاجه يبقى اشغله مدير، وهو ما ينفعش مدير. كويس في حاجه انه ينفع في كل حاجه، فده بيسموه ايه؟ هاو افكت. وفي حاجه ثانيه اسمها البيكوز والبيركس دي اللي هو السبيشال ريوردز، ان انا بدي بعض المميزات لبعض الناس، باركنج سبيس، كورنر اوفيس، مش عارف ايه. في حاجه اسمها فرنج بنفيتس اللي هي البنفيتس عاده مثلا بتبقى في التعاقدات في العقد بتاعك ده، في بنفيتس معينه بتاخدها غير الراتب بتاعك، في انشورنس، في تعليم، في مش عارف ايه، فدي بقى دي ايه اسمها فرنج بنفيتس. في حاجه تولز تاني اسمها التيم بيلدنج، ان انا ازاي بعمل ايه البيلدنج بتاع التيم. ودي من الحاجات الجميله قوي ان احنا نعرفها، التيمز بيتكون ازاي، ان عاده التيم لما بيتجمع مع بعض بيبتدي بعمل في الاول مرحله اسمها توكمان موديل. ده بيقول لك الاول ايه؟ توكمان موديل، اسمه توكمان موديل. بيقول لك الاول التيم بيتكون مع بعض سولو فورمنج، كل واحد شغال لوحده. بعد كده بيبقى ايه؟ ستورمنج، يبتدي يحصل خلافات ما بينهم وبين بعض، لما يجوا يشتغلوا مع بعض ده ما يفهمش ده صح، ده يعمل مدير على ده، مش عارف ايه، فيبقى في ستورمنج. بعد كده يبتدي الكلام ده يبتدي يحصل له تنظيم بقى ويتنظم وكده، فيبتدي يحصل نورمنج، ان هم ايه يبتدوا يثقوا في بعض وبيأدوا بطريقه عاديه، لحد ما ايه يبقى في تواصل ما بينهم اعلى، وبيزيدوا بقى بيرفورمنج ان هم يبقوا ويل اورجنايزد وادائهم يزيد، لحد الحمد لله ما يخلص المشروع وايه ادجورنينج ويحصل ريليز بقى والناس تغادر المشروع. في حاجه ثانيه كمان اسمها الموتيفيشن ثيرز. ازاي اعمل موتيفيشن وتفعيل وتحميس للناس؟ الموتيفيشن ثيرز دي في مجموعه من الثيرز بتعمل موتيفيشن، كذا حد حط نظريات، احيانا الحقيقه نظريات الاتش ار دي نظريات كبيره جدا وعلم ضخم قوي، ولكن انا ذاكر بعض النقط ليها. منهم حاجه اسمها الماسلو هيراركي اوف نيدز. الماسلو هيراركي اوف نيدز ده عمل هرم احتياجات، هرم الاحتياجات ده بيقول ان المفروض الاول الواحد يحقق احتياجاته الفسيولوجيه اللي هي ايه؟ الاكل والشرب والهواء والحاجات دي، الحاجات الفسيولوجيه والامان، وبعد كده الامان، فيبقى ايه؟ حقق الاكل والشرب وبعدين حقق الامان علشان يقدر بعد كده ان هو يحصل عنده الامان والقبول وكده، علشان يقدر بعد كده يحصل عنده بقى حاجات اللي هي في النص الثاني الفؤاد من الهرم ده، يحصل عنده استيم، احترام الذات
وسيلف اكشواليزيشن وتقدير لذاته يبتدي ينتج وايه ويطور من المؤسسه ويساهم فيها. فانا محتاج احقق القاعده بتاعت الهرم دي عشان اوصل لايه؟ للقمه، القاعده اللي هي السيرجيكال والسيفتي عشان اوصل للقمه اللي هي الاستيم والايه؟ والسيلف اكشواليزيشن. بعد كده تاني نظريه اللي هي الهيزبرجز موتيفيشن او بيسموها جين ثيري او جين فاكتورز. الجين فاكتورز ده بيقول ان انت تحقق له ايه؟ جود وركينج كونديشنز عشان تعمل له موتيفيشن. تحقق له ايه؟ الجين فاكتورز دي اللي هو جو عمل كويس عشان يحصل له موتيفيشن. في نظريه ثالثه اللي هي بتاعت ماك جورجز دي، عامل نظريه اسمها ثيري اكس وثيري واي. في ناس بتشوف ان التيم لازم اكون واقف على كل واحد واقعد اراقبه علشان يشتغل كويس، ده اسمه ثيري اكس. يبقى المدير اللي شغال بيقعد يراقب الناس واقف على دماغهم، ده شغال بثيري اكس. في ثيري واي ده اللي بيثق في الناس وشايف ان هم ايه؟ يقدروا يشتغلوا من نفسهم، فايه؟ ده اسمه ايه؟ ثيري واي. في حاجه كمان عملوها زياده الناس اليابانيين اللي هي ايه؟ ثيري زد. ان هو كمان يبقى عنده لويالتي وانتماء وايه؟ ان انا اعمل حاجات عشان ازود انتمائه للمؤسسه وولائه ليها. في واحد اسمه ماكليند اتشيفمنت ثيري بيقول ان ايه؟ ان في مجموعه في ناس بتتفاعل بيحصل لها موتيفيشن وكده بحاجات معينه، حد بالاتشيفمنت. اما تقول له ان انت بتقدر اتشيفمنت بتاع معين ويعمل انجاز معين فبيحصل له موتيفيشن. في حد تاني بالباور، اما تدي له باور وتيم يشتغل تحتيه فبيحصل له موتيفيشن، بيعرف يشتغل تيمز كويس. في حد بالافليشن اللي هو الايه؟ التيم وورك والعلاقات ما بين الايه؟ الناس وبعضها. في كمان نظريه تاني بتاعت الايه؟ الاكسبكتنسي دي اللي هي بتاعت التوقع، وبيتكلم نظريه التوقع ده بيتكلم مينلي على الاوردز، ان يبقى في ايه؟ يبقى في مكافآت، وبيتكلم ان المكافأة ان انت عشان تعمل ريورد لحد وتديله مكافأة فلازم المكافأة دي تبقى ايه؟ تبقى اتشيفبل وتبقى ذات قيمة. عشان المكافأة دي لو مستحيلة وقيمتها تافهة فهو مش ايه؟ لو قيمتها تافهة مش هيسعى انه يوصل لها، لو مستحيلة خلاص ايه؟ مش هيفكر فيها. غير كده كده مش هتيجي. بعد كده المانج بروجكت تيم، يعني احنا هنا العمليات كلها موجوده في الايه؟ في الاكسكيوتنج بتاعت الاتش ار. ما فيش حاجه في الاتش ار موجوده في المانجمنت كنترول او في البلاننج والاكسكيوتنج بس. فهنا في الاكسكيوتنج كمان اللي هي مانج بروجكت تيم، وعاده كلمه يعني بتلاقي عمليه فيها مانج كده بتلاقي دايما في الاكسكيوتنج، كذا عمليه تلاقيها بعد كده. المانج بروجكت تيم ده بيبقى في الاكسكيوتنج. ازاي بقى هدير الفريق بتاعي؟ هنا حط الهيومن ريسورس مانجمنت بلان، الستاف اساينمنتس، البرفورمانس اسسمنت، التقديرات اللي انت عملتها لادائهم، الايشو لوك، المشاكل اللي ممكن تبقى موجوده ما بينهم، البرفورمانس ريبورتس، التقارير بتاعت اداء المشروع عموما علشان اشوف ده التيم مين اللي عنده مشكله، مين اللي ادى كويس، مين كده، علشان ايه؟ استعمل بقى التوتال تكنيكس اللي هي الايشو دي اللي هي الايشو لوك اللي هو مين مسؤول عن انه يحل الحاجه في الوقت المعين. الايشو لوج ده لازم يبقى عنده مين مسؤول ويبقى عنده ايه؟ تارجت تايم. والحاجات الايشوز اللي مش هتتحل ممكن تتحول بعد كده لكونفليكت وتسبب تاخير في المشروع. التولز تكنيكس بقى اللي هي الاوبزرفيشن اند كونفرزيشن، ان انا ايه؟ هراقب الناس وهتحاور معاهم وابقى ان تاتش مع التيم عشان يقدر يؤدي واعمل له مانجمنت. والبروجكت بيرفورمانس ابرايزلز اللي هي تقييم بقى الناس، ان انا في الاخر اعمل له ايفالويشن واشوف ايه التقييم بتاعه شكله عامل ازاي. في بعد كده الانتربيرسونال سكيلز اللي هي المهارات بقى العلاقات ما بين الناس وبعضها، طريقه الليدر شيب، الانفلونسنج، الديسيشن ميكنج. ويبقى في الانتربيرسونال سكيلز دي انواع الباور اللي بيستعملها مدير المشروع. في كذا نوع من الباور بيستعمله مدير المشروع، برضه دي برضه من الحاجات اللي احيانا بيجي عليها اسئله في انواع الباور اللي بيستعملها. افضل باور يستعمله مدير المشروع ان الناس تحس انه اكسبرت، انه شخص خبير فتلجا له، فيبقى هو عنده خبره فالناس بتلجا له، فده افضل باور. اسوء باور يستعمله ان هو يعمل بلانتس ويعمل بانشمنت ويعمل عقاب وايه وجزاءات للناس، فيتعامل باسلوب الجزائي. في حاجات ثانيه اللي هي الفورمال اللي هي بيجيبها بقى من البوليسي بتاعت الشركه وكده. الحاجات الفورمال دي اللي هي الليجمنت اللي هي الحاجات القانونيه، الريورد، المكافآت، البنالتي، العقاب. والعقاب ده قلنا ايه؟ اسوء حاجه. في الاكسبرت افضل حاجه. في حاجه ثانيه ان هو يبقى ريفرنت، يبقى ايه؟ عنده كاريزما فالناس دايما ايه؟ بتروح. فده ايه؟
احد الباور في الانتربيرسونال سكيلز. في حاجه ثانيه اللي هي الكونفليكت مانجمنت، حل المشاكل. حل المشاكل ده برضو حاجه من الحاجات اللي احنا ممكن نستعملها في حياتنا في حاجات كتير. ازاي نحل الكونفليكت اللي ما بين الناس وبعضها؟ ففي اول طريقه هنا ان انا بعمل ايه؟ بعمل مواجهه اللي هي كولابريت او بروبلم سولف او كونفرونتنج، او يعني بعمل مواجهه او تعاون، فالناس تقعد مع بعض لحد ما يقتنعوا هما الاثنين ويتفقوا على حل. فده بنسميه ايه؟ وين وين سيتويشن، ان هما الاثنين اتفقوا على حاجه وتعاونوا وحلوا الموضوع بالمواجهه. في اللي هي كومبرومايز او ريكونسل، ده اللي هو الايه؟ اللي هو التوافق بقى ما بين الناس. التوافق ده ان احنا هن ايه؟ هنشتغل مع بعض في النقط اللي احنا كومبرومايز ده اللي هو ريكونسل التوافق ده ان احنا هنتنازل، كل واحد يتنازل عن حاجه. فانا هتنازل عن حاجه مقابل ان ده يتنازل عن حاجه، وايه؟ وتمشي الموضوع. فده لوز لوز سيتويشن. في السموث او اكوموديت بقى التعايش، ان انا ايه؟ ان احنا التعايش ده عاده مش هيبقى في الناس اللي علاقاتهم دي تو دي، يعني مش الناس اللي بيتعاملوا مع بعض باستمرار، ولكن بيتعاملوا مع بعض في بعض الحاجات، فايه؟ هيعززوا التعامل ما بينهم في نقط الاتفاق، ويتجنبوا الحاجات اللي في بينهم خلافات ما بينهم وبين بعض. فيشتغلوا بس على الحاجات اللي هم متفقين بيها، والحاجات اللي فيها خلافات هيتجنبوها. ده ما بينفعش في كل حاجه يعني. في الويد جرو او افويد، ان انا اتجنب الحاجه دي خالص. اتجنب المشكله دلوقتي يمكن لان هي مش وقتها دلوقتي، اما يجي وقتها ابقى اشوف احلها بقى بطريقه ثانيه، او يمكن دلوقتي يحلها. فيبقى ان انا ايه؟ بوستبون، ان انا اجل الحاجه دي وبي بريبيرد عشان ابقى جاهز ان انا احلها بعدين، او تتحل عن طريق ناس ثانيه. في فورس او دايركت، ان انا ايه؟ في رايين وانا اقول ان انا همشي الراي ده والراي ده مش همشي. فده وين لوز سيتويشن.